لها العام الحالي 30 مقعد في آيسف. كما أن المملكة العربية السعودية الآن تحصد في الأولمبيادات الدولية خلال 10 سنوات الماضية حصدت فوق 453 ميدالية في هذه الأولمبيادات، يعني بمعدل 43 أو 41 ميدالية في كل عام. ترى هذا الاستقبال بناء على مبادرة من معالي الوزير عندما استقبل أقرانكم في إبداع 2021، استقبلهم وقال نريد أيضا أن نرتب استقبال لنظرائهم في الأولمبيادات الدولية. فشكرا لمعاليك، هذه لفتة جميلة رائعة جدا منك لأبنائك وبناتك الطلاب.